ويلكم يوتيوب وفلوج جديد من فلوجاتنا اي بي فيديو فلوج رقم 17. فلوج النهارده مقابله يوتيوبر، مش هقول لكم ايه هو اليوتيوبر ده بس تشوف اخر الفيديو. نروح دلوقتي نركب مواصلات تمام، وبعديها نشوف هنقابل مين. يعني يا ترى انتوا توقعوا كده، توقعوا ايه احنا هنتقابل مع مين اليوتيوبرز؟ يعني فكروا كده، ممكن تخمنوا صح. فيلا بينا. كم يوتيوب واحنا في كايرو فيستيفال ناو يا جدعان، والدنيا خراب لسه ما كملناش. انا مش عارف اقول صراحه، بس تاني مره لينا في كايرو فيستيفال وبالكابل الابيض الجديد. مستنيين دلوقتي اليوتيوبر اللي مش هقول اسمه. انا صراحه النهارده انا واخويا بس اللي رايحين، فدي حاجه حلوه جدا صراحه. هننزل بقى دلوقتي، يلا بينا. انا واخويا نخرج لوحدينا. والله يا جدعان انا مش مصدق، اخويا لازم يكون في حد معانا يعني في الخروجه. بس عامه احنا هنتقابل الحين كده كده نتقابل مع حد، يعني مش لوحدينا، بس احنا جينا لوحدينا، فده حاجه جامده جدا. اول مره اكون جري شويه كده فلوجينج فلوجينج مع احلى الطبيعه. احنا رايحين دلوقتي على النافوره الرخيصه، وغالبا كده الاضاءه احسن بكتير، احسن من كده. لقينا مكان قعدنا فيه، اتمشينا كده شويه انا واخويا، بندور على مكان هادي كده نقدر نسجل فيه الصوت، عشان مفيش الدنيا هنا تحت زحمه شويه. فمستنيين اليوتيوبر اللي احنا نقابله، بس معرفش والله هو هيجي امتى. انا كلمته لسه مكلمه، قال لي هيجي بعد دقيقه بالظبط، وهيستنانا تحت عند النافوره الراقصه. فمش عارف والله هيجي امتى، بس عامه اول ما يجي هنصور لكم على طول. اقول الكيس دي رب اللي احنا قاعدين فيه، بس ده ينفع نصور في فيديوهات. حلو السيت اب ده يا جدع، يا ريت يكون عندنا في البيت السيت اب ده يا جدع. السيت اب اهو، ويلكم يوتيوب، ورجعنا لكم فيديو. والله الفلوج ده انا وحشني بصراحه انا وحشني الفلوجات. يعني بقالنا كتير جدا ما بنصورش، بقالنا سنه اساسا، بقالنا يعني من 2018 ما بننزلش فلوج على القناه. يعني الفلوج كان كله، يعني كان نفسنا نعمل فلوجات يوميه بس صعبه صراحه. بس احنا بنعمل الفلوجات اللي هي تستحق، الاماكن اللي هي تستحق. ان شاء الله لسه في اماكن تانية هنزورها. تابعوا الصور اللي صورها المكان على الانستجرام، الانستجرام بتاع اخويا هيظهر دلوقتي على الشاشه او في الفيديو. فان شاء الله الفتره الجايه هنزور اماكن كتير في مصر، ممكن مش هقول لكم من ضمنهم ايه، لكن احنا هنحاول على قد ما نقدر ان احنا نجيب معلومات عن شويه اماكن ونطلع نقولها. فبس اعملوا فولو على الانستجرام ولايك في الفلوج ده. ودلوقتي احنا رايحين ندور على اليوتيوبر اللي انتوا نفسكم تشوفوه وانا نفسي اشوفه، فيلا مع بعض. دلوقتي بقى كده ممكن عنوان الفيديو يبقى رحلة البحث عن اليوتيوبر المفقود. يعني احنا بجد مش لاقيينه، وانا قاعد بدور عليه والله بجد مش لاقيه. هو اكيد هيشوف الفلوج ده معانا، هو اكيد هيشوف الفلوج ده وهيعرف ان احنا تعبنا عشان نجيبه. والله طب نعمل معاك ايه؟ انا ببص هنا ليه يا جدعان الكاميرا؟ عارف من فين؟ دايما ببص هنا في مكان هنا مش فين. هو احنا عايزين ننزل بقى دلوقتي. انا واخويا لقيناه، يعني اللي هو مثلا ممكن تمنتش فيه او كده، مكان مش هنفكر ندخل لما، يعني مش هنفكر ندخله لما يكون معانا لاب صح؟ ايوه يكون معانا بلوج، بحيث ان احنا نمنتج او نصور الاول بعدين نقعد نمنتج. انت صح، انا قعدت اقول كده برضه. بنتكلم حالا اليوتيوبر المفقود يا جدعان، قاعدين بنتكلم معاه وهو لسه ما جاش. بس عامة هو جه دلوقتي وهنتقابل عند النافورة الراقصة، فإن شاء الله يعني نقابله يا رب يكون صوتي مسموع. هو حد يجري الفلوج، محدش يجري يخش يشوف ده مين، شوفوا الآخر، شوفوا الفلوج بقى الآخر ومحدش يجريه، ويلا بينا. الفلوج ده يعني أخويا هو اللي هيمنتجه.
فأي حاجة أنا يعني قلتها وهو مش عاجباه فهيمسحها، فيا رب ما يمسح اللي أنا بقوله دلوقتي ده يعني عشان هيفتكرها حاجة قالته وبتاعه. فبصوا احنا فين؟ بصوا احنا فين في عربيات وشغل عليه ده؟ ده على قد يا اسطى، انت رايح فين؟ احنا دلوقتي عامة رايحين اهو لليوتيوبر اهو عند النافورة الراقصة. تمام يلا احنا بقالنا ساعة، يلا بينا. ودي عربية تانية، ودي عربية تانية. ده جهاز 3D. تمام، ده بلاي ستيشن معرفش كام، مش فاكر والله. ايه بلاي ستيشن ايه ده؟ في ماتش. اوه ماي جاد. طبعا المكان اللي هوصلكوا على الشاشه دلوقتي ده مكان 3D، اللي هو المدات 3D بتلبسها وتقدر تلعب من خلالها وتقدر تشوف اي حاجه اللي هو بتشوفها، بتشوف شاشه كامله يعني. حبيبي يا اسطى عامل ايه؟ طبعا ده بلوج، هو ده يا جدعان اليوتيوبر النهارده اللي احنا قابلناه. اعملوا سبسكرايب يا جدعان، اي حد من كانج او من اشباح سابقا يعمل سبسكرايب يعني. طبعا يا جدعان هو على فكره عايزين نوصل 3000 3000 ان شاء الله. انا 2700. طيب يا جدعان فضل 300 بس، لو كل واحد شاف الفيديو ده سبسكرايب. والله هيوصل الراجل، ومش هينسى حد يعمل جيف واي بقى وحوارات جامده. بس الدنيا بس في القريب العاجل ان شاء الله. وعند انس برضه ديكو الحلواني، ديكو الحلواني بينزل نغمات ايفون واوبو بس بريماكس وحاجات. شغل عالي عاش يعني. بجد القناه سيف يا جدعان في الديسكربشن، الديسكربشن يا جدعان خشوا واشتركوا فيها. حبيبي لقينا سيف ليلو، ولقينا اخوه حسين، اخوه بيقول اللي هو فاتح قناه الجبز، قناه اسمها الجبز، اخوه واسمه حسين، قناه علميه. فعامة هي قناه علميه بس انا هحط لكم تحت قناه في الديسكربشن وقناه سيف برضك. فعايز بقى دعم خرافي وكل الناس بقى اللي عندي تنزل. وانا صراحه انا حفاظا على سلامتكم، اعملوا لايك وسبسكرايب حفاظا على سلامتكم. يلا يا جدعان، يوم سعيد جدا صراحه اني قابلت سيف ليلو. لازم انا احط الحته دي في الفلوج عشان ازعل منك اكيد. والله يا عم حبيبي اكيد. ده والله النهارده صراحه انا مش عارف اقول ايه من الفرحه صراحه. انا لا حبيبي، انا اللي انا كل ما بقابل يوتيوبر فده صراحه اول يوتيوبر يعني اقعد معاه من بعد عبد الله شامبو. انا ما قعدتش مع عبد الله شامبو قوي برضك، لكن سيف ليلو يعني من الشخصيات المحترمه. انا لسه ما قعدتش معاه برضك بس لسه عندنا بس النافوره كده مع بعض، عندنا النافوره بس. فان شاء الله يبقى يوم حلو وفلوج حلو ويبقى ذكرى كمان حلوه لينا لما نكبر ونفتكر الايام الجميله. ف شكرا لك يا سلام يا ياسر. موبايلات هم حسين وسيف ليلو دلوقتي. بتعمل ايه يعني؟ انت بتعمل ايه دلوقتي؟ صور صور ايه ده يا رجاله؟ انتوا بتعملوا ايه دلوقتي يا جدعان؟ على ايه؟ تصور تصور ايه؟ ما ينفعش تصور الفيديو. ايوه ده بحبك جدا. التلفزيون المصري انت في ايه؟ عمل في ايدك التلفزيون المصري. كنت هنا لقينا لابات مكتوب، وهنا طبعا كانون. تمام، بيت لابات لينوفو. انا بسمع اللابات اللي هي لينوفو دي بتكون احسن لابات يعني، اللي هي اللابتوبات لينوفو بحس ان هي الناس كتير قوي بتشتريها. في لابات ب 12000، في لابات ب 10000، ما اعرفش ممكن يكون في اقل من كده، بس هو المتداول جدا والناس كلها بتشتريه اللي هو ب 12000. بتكون الجيمنج شغال عليه كويس، ولو عايز تبدا اللي انت تبدا مونتاج في ادوب بريمير في ناس كتير قوي بتقول لينوفو حلو. فاحنا برضه بنتفرج وبنشوف الاسعار وكده. تنفع صح المونتاج؟ صح تنفع.
نشوف تعال نشوف سيف ليلو، تعال نشوف سيف ليلو فين ولا بيعمل ايه. Look at Snow White eating rotten apples. Dirty bass that be coming at you. Roller coasters like a supernova. Round the ring master, this my tabernacle. فنينا يا جدعان اخويا لال اوجات اللي هو عايز. احساسك يا انس لما لقيت الاوجات دي قدامك وانت عازف موسيقى ومش معاك اورج؟ احساس صعب. ايه رايك الكيبورد ايه يعني؟ يعزف يا انس ولا الدنيا. بص ده يا جدعان، بص انس هو بيتعلم. هنشوف هنا يا جدعان، هنا كل الحاجات طبعا للموسيقى. تمام، لازم تخلي يومك سعيد وتصنع الذكريات بنفسك بالرغم من التصنع والعمل الشاق والأحلام المحطمة. ما زال عالمنا عبارة عن شيء جميل. كن مسرورا واحرص على إبقاء السعادة في قلبك. وفلوجاتنا لما نشوفها بعد 10 سنين نفتكر ماضينا وذكرياتنا الجميلة. فلوجاتنا هي ذكرياتنا.